قلي لوين وصلت؟ هلأ شو بدنا نروح؟ بدنا نستنى. يعني مصر إنه تورطني بمشاكلكم؟ مساء الخير يا نامق. على الأغلب أنت ختيارت يا شاهين. بنت صغيرة ما قدرت توصل لها. عم تحرضني أوصل لها ولا بدك عصب؟ اختار اللي بدك يا. الظاهر إنه ابنك نشيط وشاطر، يعني ما بيشبهك بنوب، بس الجراد بنط كم مرة وبعدها بيتعب. خلص وقف هاللعبة. شاهين قلت إنه نحن ربحنا بأول جولة. ما فيك تعرف وين الأولاد هلأ؟ حتى أنا ما بعرف وينهم. طيب بدور. الصبر بالنسبة لي هو أهم سلاح، واللي بيدور إلا ما يوصل بالأخير لهدف، وأنت بتعرف. حتى لو لقيتهم نامق؟ شو عندك بكرة؟ فيني إجي عزيك؟ واجبي إجي لعندك عزيك. تعال بأي وقت ورح استقبلك. تصبح على خير نامق.
سيارة وتعال فورا. لوين؟ أنا بالطريق هلأ ببعث لك الموقع. تمام. قلي لوين وصلت؟ هلأ شو بدنا نروح؟ بدنا نستنى. يعني مصر إنه تورطوني بمشاكلكم على الرغم من إنك تنبسط كتير بالمشاكل. وعي بالسيارة يا أخرس، خود هالسيارة وروح على بيت العمرانية، احتمال يجيك ضيوف فكون جاهز. يلا. تفضل فرهاد. جنيد، كل الأمور تمام؟ ايه تمام طبعا. الرجال اللي طلبهم خالي وينهم؟ دبرتهم، أربعة بالحديقة وأربعة برات البيت. منيح، ديروا بالكم. فرهاد، شو سبب هاي المشكلة؟ خالي ما خبرنا أي شيء. المهم تدير بالك جنيد. طيب أنت وين؟ أنا قريب على الختيار، بدنا نضل هون الليلة. كتير منيح. تصبح على خير. شو وينك يا ابني؟ يلا شايخ تمر. يلا جاي يا ختيار، جاي.